والحوالة بالله بزاف خلوا عليهم خصهم شوف البوليس والله ما تدخلوا شوف البوليس والله ما تدخلوا نهارات الكاميو خووه شوفوا هما اللي فايقوه قلت لهم ما نخرجش شحلوني وضاربيني ما نخرجش يا بنيتي بلا خوضة داروا لي المخزن والله ما تدخل المخزن والله ما تدخل شو الناس شي خواهم المخزن والله ما تدخل شي الخلعة وانا الخلعة وليت ندم وليت نقول لها او اقصر مشيتي خرج على فاش يا بنيتي على فوضى دارو وانا ريف صباح هذا مول كامل مكسوري الحواله كلهم مات داروا عليهم فاس فاس باش يرش عليهم بالحجر اه ما بقاو مخلينا يشيروا عليهم بالحجر ايوا داروا عليهم هادي داروا هذا اللي هي عرفتي شحال ديال الحوالة الدولية؟ ومرا اللي مضاربة مع هذاك الدري كتقول لي أنا اللي غنديه، لا أنت اللي غديه، مضاربين على عاوني، تبارك الله على البوليس، واحد تليفون غير واحد ضرب معاه أنت حسب بقاو كيصوروا وأنا طالعة في السطح طلع لي الله الله بوادي غادي نلو حالك ونوحي بواحد عرفتي شبقات شوف مرحبا شبقات شوي على شوها بالكورونا اللي بقاو فوق من قبل السابع السابع بقاو فوق ولا ورا شوفي راه تما العام كنا باش تما باش معلفينهم معلفينهم راه اليوم بقاو الفرصة وشوف ماما عاوتاني راه كون كان شي حاجه كنت دخل المخزن عاوتاني رزقهم ماما رزقهم يبيعوهم يبيعو الدرس الثاني غسيتهم فيه وهو انه مصر الله فين هي السلطات ديال اللي واقفين اللي كانوا كيعملوا عباد الله شوف 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 ماما كثيره وزادوا ما سقطت ما تسقطوش يا هذاك مول كامل وشحال من حوالي مشاليه انا شي عشرة الحوالة اللي خدمت انا مسكت بالواد ما فهمش انا شوف مازال باقيين مضاربين وراه غيضاربوا ماما عاوتاني تجي تشوف دابا هذاك الشمكان عندهم يدرج حتى حولي عام الله مش غيبيعوه كيتعرف وي انا قلت له الله ما نخرجش ولا جايبين شي دقه بغيت فوق ولا باقي؟ ترى سميني باقي نعزك واش اللي فيك كيطلع؟ غاتفي المولى لا انا ما شنو واش هادي يلاه شوف شنو ما جايين بالكاسكا شوف شنو راح في خواتي وما جايين بالكاسكا كان مخزن شوف المخزن الله جاي مغطي راسه انت تفرج على خاطره Thank you.